أنا يعني آخر إطلالة لي كانت معاك في النادي الأهلي في يوم الجمعية العمومية. كان يوم جميل، كان يوم مليء، مفعم بالأمل، مفعم بالإرادة، مفعم بالتحدي لكل من أراد بالأهلي سوءا وكل من أراد لهذه الجمعية ألا تكتمل. صحيح. ولولا الحر الشديد لشاهدنا أرقاما مختلفة خالص، ولكن لسنا في سباق الأرقام بقدر ما احنا كنا معنيين ان الان نستطيع نعرف راسنا من رجلينا في كل امورنا. ولكن انا معني وانا اراقب التطورات الاخيره استاذ ابراهيم بحاجه مهمه جدا، لان برضو في ناس لسه ما زالت بتتكلم ورينا بقى هتعملوا بقى ايه، ايوه كده الكلام ده، الذين يرون في الامر هو انتقام أو تشفي، هذه مشاعر بائسة. مشاعر الانتصار الزائف والتشفي بائسة. الانتصار الحقيقي أن تنتصر على نفسك وأنت في قمة غضبك تتصرف صح. صحيح. وهذا ما فعلناه. صحيح. تجاوزنا كثير من الأمور، نالت يعني أنا لم أقضي في حياتي فترة زي اللي قضيتها الفترة اللي فاتت. إشاعات، تطاول، جرجرة لأولادي في أمور ما لهمش دعوة بيها، تهديد بتسجيلات، كل أنواع الضغط النفسي والابتزاز الأخلاقي تعرضت لها، ولكني آليت على نفسي وكان رهان بيني وبين نفسي، هو فعلا اللي يمشي صح هيحتار عدوه فيه. أنا الحقيقة أعتقد أن أنا كسبت رهان ونقلت الفلوس من جيب اليمين لجيب الشمال، لأني كنت في لحظات كثيرة أريد أن أضعف وأرد وأتشفى وأقول الإفيهات اللي توجع قوي، ولكن لقيت إن ملوش لازمة، لأن برضه في الآخر هتطلع منها مجروح. صحيح. أنت اللي عورت نفسك بقى. صحيح. النهاردة والعالم حواليك بينتصر للقيم، هو مفيش حد انتصر على حد، هو العالم كله ينتصر للقيم، للقيم والأخلاق. حتى ميثاق ولجنة العليا للإعلام وهي تتخذ بعض قراراتها كانت تنتصر لمواثيق الشرف الإعلامي والقيم، إن المسألة ما تتشخصنش وما تنجرفش إلى محاولة تجريح بعضنا البعض حتى لو كان على حساب إيذاء المتلقي في منزله، أو إن احنا نقدم لأطفالنا نموذج للبطل المنفلت في وقت نجاهد أنفسنا والدولة تجاهد نفسها أنها تغير مناهج تعليم وتؤدي إلى فصول أفضل وتسود معايير الخلق الرياضي. الحلقة أحسنت أنك اخترت لها هذا العنوان، ولكن كلمتي الأخيرة لكل من ينتمي لنادي الأهلي، لا تتصور أنها لحظة انتصار أبدا، هي لحظة حق وحقيقة، حقيقة أعادت حق، حقيقة أن البقاء دائما سيكون للمثل والقيم، لأن البشرية جبلت على هذا، والتسامح هو أساس كل شيء، إن جنحوا للسلم فاجنح له، صح ولا أنا؟ وتوكل على الله. وتوكل على الله. وتوكل على الله. معلش آخر حاجة برضو عشان اللي جاي، وأنا ما عنديش معلومات ومش عايز إسقاطات، أنا بتكلم بوجه عام. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر وعاد إلى مكة منتصرا لتكون آخر المعارك، لم يدخلها متشفيا ولا منتقما، ولكن دخلها ما تظنون أني فاعل بكم، ما تظنون أنني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مش بس كده، ده أهم حاجة بقى، راح لألد أعدائه، كبروا، شوف الذكاء، وانا قوي اخد قرارات السلم بقى اللي اقضي بيه على كل كان يقدر يخش هناك ابي سفيان، صح، وهو الد اعداء الاسلام وقتها، كان من دخل بيت دار ابو سفيان دار ابي سفيان فهو امن. كبروا برهة وقت قليل واسلم، لانه شاف النموذج الطيب القوي القادر العفو عند المقدرة المتسامح
مش بإهدار الحقوق ولا تسامح في أنه ما يضغطش على اللي قدامه أكتر من كده، وإلا هيتحول إلى عدو شرس دائم. الحكمة في ديننا الحنيف تعالوا نتأسى بيه.